هل منهم ان انت ما كنتش عايز بعد النادي الاهلي تنضم لنادي الزمالك؟ بص انا بحترم من جمهور النادي الاهلي وحب جمهور النادي الاهلي، واكتشفت خلال الموسم دوت قد ايه الجمهور بيحبني وقد ايه يعني الجمهور مقتنع بيا اقتناع تام، او اقتنع ان انا مظلوم او فاكتشفت ان جمهور النادي الاهلي بيحبني، فطبعا عمري ما اقدر اخسر جمهور النادي الاهلي باي سبيل، لان هو احنا كلنا بندور عن حب الجمهور في الاول والاخر. فانا الحمد لله كسبت مكسب كبير الحمد لله، ان انا كسبت جمهور بيحبني فدي حاجه كبيره بالنسبه لي. فانت ما كنتش عايز تخسر الجمهور ده بالانضمام للزمالك؟ بالظبط كده يعني. بس الزمالك كانوا بيتكلموا معاك من فتره ولا بعد ما خلص سعادتك مع نادي الاهلي؟ والله بس هم اتكلموا من فتره خلال الوكلاء يعني ما اتكلموش معايا صريح بس خلال الوكلاء، لكن في الاخر الباب اتقفل يعني. وانت بلغتهم انه مش هتقدر؟ يعني مش هقدر وكده، والامور قفلت يعني. عظيم جدا. طيب البنك الاهلي يرجعك منتخب مصر، ده طموحاتك وده اللي بتفكر فيه؟ طبعا يعني ده طموحي، ان انا يعني مع طموح اللي هو اشرف رئيس النادي ان هو عايز يوصل للمربع السنه اللي جايه ويلعب افريقيا السنه اللي بعديها، كل دي طموحات، منها طموحات الشخصيه ان انا ارجع منتخب مصر تاني، الطموحات الجماعيه بتاعه النادي ان الفرقه تتواجد في المربع السنه اللي جايه، لان هم السنه اللي جايه هيعملوا فرقه كويسه جدا تقدر تنافس وتقدر تبقى موجوده في المربع، وده طموحنا يعني. فيهم يعني ابو جبل بيلعب هناك، كان بيلعب في نادي الزمالك فعنده طموح، ولاعيب منتخب مصر ولاعيب دولي، ف يعني في لعيبه كتيره بنفس الشخصيات ديت في نادي البنك الاهلي، كريم بامبو مثلا يعني من الشخصيات يعني اللي برضه نفس الكلام اللي عندهم طموح، فاعتقد في شخصيات هناك كتير عندهم نفس الطموح، ليه لا ان احنا من الطموح ده ما يبقاش عندنا ونوصل لحاجه كويسه بالنادي البنك الاهلي، ان احنا نوصل مربع ونلعب في السنه اللي بعدها. عظيم جدا.